الحمد لله رب العالمين صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد قلبتي وقلب سبتي كنا آدن لبي طبنكي بشي لبات بانكوضة سديد ديدي بشي الربيع الثاني سديد ديدي كن أفر بقول أفرتن يصدح دي هجرية وفاقسنا لبادكم كوبيا لباتنكا بشنو فيبر صدح يطبن كيدي وحينو بلابي دونا إن شاء الله تعالى كتابك الإعلامي ومقعيسوية هي حسن المسلم كتابك مقعيسا حسنك ودفيس مارك مقعيسو وحنو قونا يا حسن المسلم قفك مسلم كا دفيس كيسا إيا قاشان كيسا وعدوا كجع شامري، ومن أذكار الكتاب والسنة كتاب كقرآن كا يسنة النبي كدعوي كودي، مركوا جاشان لفيس وقفكو سمي سنايو، عدوا وكسمي سنايو، دعوي يبريوي إله لبري يا، دعوي كاس يبريوي كاس وقرآن كلاجس وقاضي، أما السنة النبي عليه الصلاة والسلام. كتابك مرك مرع سلية حسني ويحاد وهاص لجنتهاي مجد نحاد يحسني معها سين معها إحاد وحك وحجة يواصاد حسن المسلم ويمرك قفك مسلم كار وفيس كيسي أما جاشان كيسي إن كتاب كاينو آخرية إنه وحا إسكاله شيخ عالمه لو يقانه سعيد ابن علي ابن وهف القحطاني القحطاني شيخ صوحي ورشي تاريخ الهجر ومركا يا هيد كن صدح بغل تضبات يا كودي اما تضبات يا لبدي لبدا رايب ويشيران وافق سنة كن صغال بغل كنتون يا صدح دي سعود غايون اقول رشي كن صوب برباري بادية هيدا رمي بو هاي هالكا صوحي الكرة عشري صغوشان يا طبان سنة شيري أيو التحاقيو هلالي مدارسة يوح برشادة إلى مركي دنبيتان أن العلماء أقوميهان أو نقضي كتابة بضان أو قرية وكتوبة دي سوسيديت وكبدينهن العلماء القاروحي نبقل وكبدينهن انت كتابة وقرين كاس كتاب كان أوحو كمي ديها كتابة وقرية كتابة وعانسان مهمة أولية هي درتاد باوحا لغو ترجمي أفرتن يا أفر لقضاد وعالم كمانتي تحيي الله استعماله وحكبدن بكتاب كاسي كتر جميه أفرتن علماء قرروا حيران كنتن يدور لقضاد بلغو قري أو لغو شرح أذكارت ما يشاكو قران حد رمي سامرك مهمة أولي يهي مساجد بو إسكال قبرين يهي يا الله يلا وضاك كاني موبيل كا حتى داتكو هذا كود آخر سنة يعني وحياله إلهي فوزي إكام التهايو موبيل كا سالغا آخر سنة وحي أبدان تهي والعلم عند الله إلهي إنه إخلاص شيخ أكو أرزاقي أو كتاب كاس إخلاص نما وكذا بعيو كقري صقيو كتاب رياض الصالحين كا الإمام نو قري عليه رحمة الله إيو كتاب كيس أذكار كا وكلتو نو وقريو كتاب بدن واحد شره مذاهب تحت عدد كايو وكل الدوان وفكرة أهان كدوان إيش علي هي إنه أخرستان أو شباب كالقوة ومساجد القوة أخريو أيو أفكار هان لسوق لابسين حتى أرن كان واحد كترجمة يساه داعدني ماذا إيو إلهي درت إني كأهيد ودن كلا أصلا كلا هين شيخ مركز شيخ أسوها وحو جيريو دي تاريخ أنفغين ولو أيو جيريو دي وأه كون أفر بغل يا أفرتنك هذا كون أفر بغل أفرتن يصدح دي بينو مرينة مركا دور سنة كهر أيو جيريو دي سوى اللحظة دور سنة شره أيو جيريو دي حنون أدك بونا أولين تو مدو لحنو سنة إلهي هون حريستو كتاب كيسا سيئنو مركب بلابي دونا وان دوينو كرونيه كهر باسيقس كاللايقو عطسادينا انكا آخريو دروفت وميسان سابحين قدر الله بانا شري سوغوان آخريو وشرايو انتي مساجدو اي حرنايين مؤسسة انصار السنة دعوة تيفيو الى ذا هيا انكا آخريي ودوبان مركب قفكي والهلي كرايو برا بشدي وكل حشره كانوان دران سيئن دونا ان شاء الله تعالى مركي لباد الهينا وحان كرهتين يا ينو ينوفو زيو سنف كتاب كيسوح كوب العبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إلهي مجع عيسى ينكوب العبنايا اللي هي الرحمن نحريست جودها ند نحريسني قال يا مسلم بنحريسي سجارسني
عليه الرحيم نحرست جار كان نحرسنا يي مسلمين تنسي جوني يقول نحرسنا يقف والبيتان النعمة كجوني ينحرس كجوني له هو بلا ضيست أنت نعاو ماشى فريدة قف والباء وحوها يستقيب كم إذا نحرست إلهي وأن قف ضد قفك كلا لقبين إلهي ما كوجلا ضيست قال هذا حتى الله والله هو أساس قار بضم بوحي كنوا ليه جود هن مركن نحرس إلهي لقى صوته ونحرس عام كالقى صوته نحرس جوني أه إلهي وكوجلا ضيست وقارة والنعمة والغيا بضد كا كوها ريسن إني سن هلينين أيه إلهي كوجلا ضيستنا يا ألوه امتحامي إلهي مرك والله نحرس بلارن أو عد إلهي نحرس توك نحرس بلارن ما يجتود سيدا أوجد بعردي سيئا نحرستي سوحة بدن نحرستي سابدن عقاب كيسية كندي سيء وحة بدن إنتو إلهي وحويا وحشنيه أو وحون نحرست أيا بدن المقدمة هرنعبي وقول حار إن الحمد مهد لله الله يوصقنات نحمد وان مهدنا إنه الله ونستعين كالما أيان ويديسنا إنه الله ونستغفر دافتان أيان كدل بينه الله إنه ذنوب تنار دافه ونعوذ وحن كما جنجلينا بالله الله من شرور أنفسنا نففيال كينا شرر كذا يدباتوين كذا وسيئات أعمالنا أعماش نحمها ضيو دليلها إليه كإيمانية من روحي يهديه وهنونيه هي أسقى الله الله فلا مضل وح باديه له الروح وما السقنان والروحنا ما باديين كره ومن روحي يضلل إلهي وباديه وأنبيه وكركار كويداريه فلا هادية وحتو سيوه هنونية له الروح وما السقنان صنفكو بسم الله أيوكو بلا بيسنك أصدقوا قرآنك إلهي كغضيانا يودي قرآنك سور كيسا أصل بيسنك كو بلاوضان أصدقوا سنة دي نبيغا هيدي عملي هيد كو ضيانا يوه خصائل كي فريمها مركو نبيغو قرية صلى الله عليه وسلم بيسنك أيوكو بلا بيشري وحول بادو كوحو جسيي حمدله وكبلا بي إن الحمد لله ما هاد إلهي با إسكاله إن حمدك وحال ليره ده قفكو إنو كوار رما إلهي ولبا أو كغوار رما سفوين يتلماموين لما يستيران أو إلهي أوليه كو لبادنا أو أي حنبارسيهن صفات كاسو إنو قفكا سي إلهي تشعليه صدح إلهي قاسو أمانا ينا رالي أوكيه يو إلهي أوتشعليه ورالي كيه يهيته صدح دا وحيا ولود مركا لإسكو درا حمد الله أرانكرا مركا وكو إلهي باتكور رميسة إلهي ومهستين وصفات واحد أسو غيسة كمال إياد أميسيرنا ومد الله بادي الله سبحانه وتعالى تعيل باكوه ليا أتعشه هذا الغفك كمال إياد أميسيرن أسو ترى وغفي عنه ونميسيرن يها لكن أبن تشعلين دي أمانتا دي محمد سكرينيس وإن دي الله تعشه وغضبك الصدحاته والله سبحانه وتعالى إن هذا رالكته هذا ترى وتعله صفات يا كمال وحنا ليه إلهي لما يسترن حق أن إلهي سبحانه وتعالى رالك ما هي ربي أهان رالي وما هي أنت كلاه شيخ تي وحبك وقبا ما يان إن الحمد مركب ما هذه لله اللي أسقناته وح الله على وح كمال يا لما يسترنا إلهي بايسكلي نحمده الحمد لله ريتو إن ذا أقليه وجملة اسمية نحمده هنا وجملة فعلية لبضي قيبوض وكلامك أصل كواها حرف مركب الله صوته لبضي بإلهي وكو أمانا مركب إلهي هو مهدسن يهي إلهي سبحانه وتعالى ومهدين يهي نحمده إلهي أيان مهدين يهي نحما ميم قوال قرد يهي ونستعين كالما أيان ويديسنينه إلهي صدح وحيالود صدح دب إلهي كالما ويديس طاعوين كالوو أدون صدو إلهي وكويري إعابد إلهي كالما ويديس إلهي طاعوين كالا إماتين كودين وكوو كالمي وغضو قدب كاللاباد وحي معاسيو لغار ريبو الويريها سمين كفوغان شهاغا إناد كفوغات تيدود كأفهي ستيد أيادان إلهي اوي ديسا كالمو إلهي اوي كالميد قدب كالصدحاد وحيالها مقدورات كاهو كوغن عاية وحاج عشو هدوايي سيد أما وحكو نبا يو كوو إمانا يو قدر إلهي وأبور كاغب كوري أساقنا مركو كووي مادو صبر كيدا إيا أتكيسي كيدا إنا لتي مادد إلهي اوي كالمو اوي ديسو مل marka baacooyinka wixii lagu faray oo la iimaaneysid ilaahay baa kugu kaalmeen kara
sida awgeed salaada hadda aan ka baxnay casar waxaan ku tukanay iyyaka nacbudu wa iyyaka nasta'iin waxaa horeysa cibaadada iyo takaaliifta lagu saaro ilaah wadaan ku caabudaya cibaadadaas aad ilaahay caabudaysid haddaan ilaahay kugu kaalmayn lahayn weliga maad cibaadaysid kuwa kaa xoogya caafimaad badan kaa waqti badan ayaa magaalada kula joogo daris kula ah mana tukanayaan ilaahayna ma yaqaanan iyo rasuulkiisa qaybo badan oo ka mid a adiga marka ilaahay baa kuu kaalmayay alxamdulilaahi qodobkaasi marka waa qodob muhim ah waxaa kale oo wanastaciinuhu ay damnisanaysaa iyo keenaysaa saddex qodob oo kaleoo isticaanadu waxaa weeye in lagaa helo ilaahigii ku abuurtay addoon u khuduuco u hogta inaad noqotid kow waa midda labaadee waa inaad ilaahay ku kalsoon tahay oo aad ilaahay kalsooni dhammaystiran ku qabtid waa midda saddexaade waa inaad cuskatid oo arrimahaaga iyo umuurahaaga iyo xaaladahaaga adduunyaya kuwaaga aakharaba ilaahay aad u tala saaratay adoo asbaabta la imaanaya saddexdaa qodobo kalena waa laga maarmaan kow ilaahay qof u khuduucaan iskala weyneyn inaad tahay baahane faqiir ah daciif ah khuduuc ayuu u huganayo isu bihinbihinaya iyo qof ilaahay ku kalsoon oo diintiisa ku kalsoon oo iimaan ku qaba aada baa waxaa inoogu yaraatay kalsoonida ilaahay aynu ku qabno sidaa awgeed baa waxaad arkaysaa wax la leeyahay dad la leeyahay waa kala kalsooni bixin ma arki jirtay kalsooni darrada inaan haysaa waxay keentay diinta barashada inay ugu yaraato oo ilmihii la arki jiray oo dugsiga la bari jiray oo qur-aanka marka hore loo dhammayn jiray oo kabacdii dugsiga waxbarashooyinka kale la geyn jiray oo xataa ilmuhu qur-aanka markay dhammeeyaan waagi horeeto xalaqaadka masaajidda ayaa la keeni jiray oo culumaa loo qaban jiray waxakhriya la odhan jiray hadda ma jiraan saasuu qur-aanka u dhammeeya kii nasiib lehba horuu iskuul ka geynaya haddii kalena asagoon qur-aan baa dhammayn buu iskuul geysanaya thaqaafada waxaa inaga dhaadhacsan in badanna laynagu soo waday haddii ilmahani diinta uu ku ekaado nolol fiican ku noolaan maayo si marka taa looga badbaadiyo ilmihii waa in la bara maadiga hadduu maadigiisaas ku filaado wixii soo haroo dhacdhaca diinta ha la geliyo marka kalsooni darro ina haysata iyo imaan darro ina haysata weeyaan oo diinta inaga haysata laakiin waxaa inaga maqan in nolosha waasic lagaaga dhigo iyo in ciriiri lagaaga dhigo gaalnimo kuma xirna oo islaamnimo kuma xirna oo dadaalaa dadaashay kuma xirna oo seexashaa seexatay kuma xirna waxay ku xiran tahay yabsudu risqa liman yashaa wayaqdir waa hawl qudrada ilaahay iyo rubuyadiisa ku tacalluqaysoo ruuxuu rabana nolosha waasic buu uga dhigaa ruuxuu rabana wuu ku ciriiriyaa labadooduna waa ku imtixaaman yihiin gaal iyo muslimna hawshaa ma ikala leh ilaahay adduunka ruuxu jecel yahay ruuxa kaleba waa siiya bal waxaa dhici karta inuu kaa badsado ruuxa gaalka ahi in badan oo ladaadka iyo raaxada adduunye ka mid ah sidaa awgeed bay culummada gobolkood markay ka hadlayaan adduunyadu nuqsaanta iyo ceebta ay leedahay bay saddex qodob ku khulaaseeyaanoo ah adduunye ceebteeda waxaa ka mid ah inaysan kuu waaraynin haddaad caruur leedahay ma kuu waarayaan haddaad adigu nooshahay ma ku waaraysid caafimaadkaad haysati ku waari maysid codka iyo dhaqaalaha iyo tacabkaad ku soo waxa weyaan tacabeeshay kuu waari maayaan wax allaale waxaad haysato nicmo adduunyaa ku waari mayso waa nuqsaan waa midda labaade intaad nicmadaa haysatid waxaa garab socda wax didku ahoo nicmadii kaa calwiyo kaa xumeeya caafimaad baad haysataa waxaa feer socda cudur waad dharagsan tahay gaajaa feer socota amni baad haysataa khalkhal iyo amni daraa feer socota khalaas dhallinyaraatoo xoog baad leedahaa waxaa feer socota xanuuno iyo mashaakil iyo da'baa feer socota marka nicmo kastood adduunyood haysatid waxaa feer soconaya wax nicmadaas ayadaa nuqsaan ku keena waa midda saddexaade nuqsaanta adduunye waxaa ka mid ah adiga iyo dadka kuwa ugu liitaa waad u siman tihiin bal waxaa dhici karta inuu asagu kaa badsadaba inuu kaa badsadaa dhici karta sababtu waxa weeye waa wax ku tacalluqaya ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa sidaa awgeed ku kalsoonow ilaahay boqolkiiba boqol diintiisa ku kalsoonow daacadna u ahow wanastaciinuhu ilaahay baan kaalmo weydiisanaa ibnu taymiya wuxuu leeyahay waxaan fiiriyey buu yidhi anfaca ducaa anfacu ducaa qof aadamaahi wuxuu ku ducaysto waxa ugu qaymo badan baan diinta ka baaray buu tolo maxaa ugu qaymo badan markaasaan waxaan soo ogaaday buu inay tahay inuu qofku ilaahay kaalmo u weydiisto ilaahay wixii raalli gelin lahaa inuu la yimaado iyaka nacbudu waiyaka nastaciin wey nastaciinidaas weeye inaad ilaahay uu kugu kaalmeeyo aad weydiisati kaalmada alleh wax ilaahay raalli gelinaya inaad la timaadid wanastakfiruhu ilaahay baan dhaafitaan weydiisanaynaa inuu dunuubta naga dhaafo asalka kelmadda istikfaarka ama maqfirada waxaa loo yaqaanaa satriga qarinta wax la qariyaa loo yaqaana markaad leedahay astakfirullaaha ilaahay baan dambi dhaaf weydiisanaya
أما الله ده نستغفره إله بان دم داف ودي سنينا لما معنى حمبار سنت تنكوباد وحوية ذن بيجي أدقر شيء إن لا أسطره ضدك أن لغات سنو إله كو عيب أسطره وقضب قضب كاللبادنا وحوية إله إنو كو ضاف لأن واحد دعي كرتا ذن ببادن أو أدقر شيء أو إسندت كو أغين إله هدو إنو كو فعشرة دعي كرتا أو كو رعضه نستغفره معنى هذا مركب وحوية إله عيب تيدا إيقري وآدمها يوفع شري وامد الله بعد إله أسكى عفيو إيه ضعف ولذلك قفك بني آدم كايوح إليه الدروب إلهي أوكا قلي وأن أحد أوجي شرين أسغي الله ماهن أسغن وأوجي هاي إلهنا وأوجي بل وحا دعي كرت إن أدها المانطي لكن إلهي وحاومها المانطي وما كان ربك نسيا وحا دعي كرت قفك إنو دنبي قلوه لكن دنبي قاسو قلي ويها دنبي قرد حيا أسغه هي مخلوق إلهي وآدمها كي إلهي أتكا قرشي مرها دون قال لما قار سيسنين توبادنا إلهي وكو دافا أدون توبت كينينا وادعي كرتا إلهي إنو كو دافا إنو كو غفصدنا وادعي كرتا لكن وحي مخلوق أتكا قرشي هذا أن عافيس كالدلبين ويو إسنكو عافين ووحودي أدن وعلين وهو الكولي كرتا إلهي نحريسي سينة كوبت بادد ماهن طيب سيدا أوقات باقفك مهم مهم وحا هو مسلم كاهي إنو كد دالو قلبي قيسا يعرب كيسا يحبني إيسا إن تبينوا دوره أو إلهي استغفار ويديس سبحانه وتعالى إله دنبي غير داف عيبت إذا أستر واحد ترى حديث صحيحة أو صحيح كوية لو حديث عبد الله بن عمر وليه عبد الله بن عمر النبي قال مغلي صلى الله عليه وسلم أصدقوا له إن الله يدني المؤمن إلهي مالك قيام قفك مؤمنك وصور دويني أمر كدتك قيامة إسوي مادان سيقوني إلهي أصور دويني قفك مؤمنك فيضع عليه كنفه إلهي باقفك وحو ضل لغا يا أستركي سوو أستريا وقرن داتكو كقرنايا ويستره مركاسو أستريا مركو إلهي أسترك بعد بوحو كليا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا ذنب النوع عاسا هايو عين كاسا هايو مالين هبل أصميسي مقرنايسا مركاسو ليا ها ربيو ذنب هبل مقرنايسا مالين هبل أصميسي ها ربيو مركاسو وحو ليا هاي مركي ذنوبتي الله شكش وحتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك ذنوبته قرر لن مركي انطلت الصه أو ولب الله قرسيه ويراه وان قرسانه أو أرك إني أضماتي بإله وحو أرنيا سترتها عليك في الدنيا وحاسو دنبيه وأدقر شيء الدنيا وان كوصو عيب أسطورة وان كو قري عدكا ورقبت ميسين شرين تاسو دنبيه أن أدقر شيء وأنا أغفرها لك اليوم ما أنت يوم القيامة تاعنا أنا أقول أفي وحفي عن صمة عيبت هذا الدنيا إلهي إنه قوة أسطره وضع يشورا وحي كدو عيسان شرين إله عرض دوش هذا هنقول عيبين هوست يدنا هنقول عذاب وصح هوست يدنا قال له هنقول عذاب كور كذا هنقول عيبين مركو وطالف تلك هذا مدى حديثك وحنبارسين هايو أدونك أنا وان قوة أسطري ما أنت أنا أقول أفي جندي إلهي بسيدك وقلي مركو هاي سهلني إن أستغفر الله مركا ليه أن ملعسنا يسد إله عيبت إذا أستغفر وحا خلد أنجلي وذوقته إله إيداف ونستغفره ونعوذ إن استغفارته وحيال عجيبك وحا كمدة إله نحريسي سب الله رمحا كمدة دم بيجي أي نقلي وكا أنت المانو يوينو أستغفريا كو حدنا إنه دم بيجي قلي أو إنه عيب قريي بوينو رواقيا أوليها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله هكا خصني أن حريص إله إن الله يغفر الذنوب جميعا وح الله لو حد قشان ولا إله هو رافعه هقصن سكستو دم بجاقوين يهي حريص إله هكا خصن الدنيا ذا وح أقدرا أنت دم بجشيد شيطان كونه كارد عدي الغور رافع مايو عمل الغور رافع إنه شيطان كحرد كوقف دم بجات قشة وح كسي درا مستو كوردي وهاي قال لي بكين يساب إله حريص إله هكا خص قالهم بكا خصته طيب مركا وكود واقعي يوحف كليها أدون كي يحد قد بيو إيسو نقو أي نغا قف هدو حد قد بإنغا قالوه وحينو تشعالها إنو كفوه أو هانتاتو روضوه أو سنبير روحوضوه أو ميل حلية ميل دبر لأو كدعوه لكن إلهي مركا دخالت كدش ويحف كليها أدون كي يو أسكا كود واقعي يا عبادي أدون مضي ديو إيسو نقو إي توبت كينا تنوب تاد قشينا رن أنا دافعي إيه طلبت كينو كليه مركو كوي يري أنت كلي ما هن مركو كوي يره هذا دون قتينا وكو داف دافتين كلي يقولي وما هن تنوب تي أتقشيب وحبي كوجو بدل يا بطاعات
أيجب وناجو بدل يا حسنات ها يبدل الله سيئاتهم حسنات كفر جيب وتوحيد وبدل ومعاصي وطاعة وبدل وزندي وعفاء وبدل ودلك وحب بدلها يا كهاي سشوات لبك كتشوكتيد حوالي يا أسم يسلف تركيدو إلهي وحكوا بدل يا طاعة وناجو بدل يا عيد كلوت كهلي كرتين الله مارك إلهي بسيط قصة مني كريج إنها شعلات مركو كرة لنقطدي وواجب سارا ونعوذ وانكم جنجلينا بالله ألا من شرور أنفسنا نففيال كأن شرك هذا نفت بني آدمك هرت شرب إلى هذا شرب إلى هذا تدي له وشرك كإلى ليه بعشرود يا أنبياء ضيدتك معصومين توا مشاض لكن آدمه نفتي سو شرب إلى هذا شرب إلى هذا هي هواي قيب سنتها نفت آدمه وهي قيب سنتها وحي أقيب سنتها نف شر له أولي بقاد أشر بضان إيا نف واناكسن ومطمئن القرآن كما عابي إيا نف لو يقان اللوامة صدح داسي أقيب سمان إنتا صدح دال لقارن أي نفت وحي علمدو يراهدان مركا نفت آدم هلا فيريو إيا قابك أي نفت هذا أولاد أغمان داتك اللبا أقيب سمان قيب كم ذيهي نفتودا كأت كاتي أو كحوق بدناتي أو هلاك بأهر سيدا قيب تلبانا وقيب أيقو نفتودي انت كأت كاتي أو حكمي أي سببتي هاو شاسي إني الدنيا آخر بالليباني ونفتودي هقانك أيقو هاي مجره سيدا أوجد بالقرآن كي واحد كوار كيسا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فساد كبد يبر بقى الربي ووحدتكو أي شقيستانو وفساد يدبك إيمانا يا نفتا شركة كتيرة نفتا آدمها قيبك مدلاه الحكومة عبي أمارة بالسوء إنه يتهي نفتا حماها كوفريس لدلك يكودي رجالين إيسا حتو يدي يكودي رجالين إيسا حنتي يكودي رجالين إيسا وحكستود عذاب إلهي كوغليسي يكودي رجالين إيسا نفنا إلهي الحكومة عبي لواما إنه يتهي عنان بدن محيكو عنانان ونف يعانو هداد معاسي سميسي ويكو عنانا ويكو حار حارين وحيكو ليده ما أهي وقت قاد معاسي قال إلهي لغو ما أبورن إنه إلهي عاسي كتشوك بيكو ليده نفت هدبكو عنانا يسا مركز معاسي سميسي ونف يعان ويكا عنانا هداد وناك سميسينا ويكو عنانا وحيكو ليده وناك قانات سميسي كوما في اللي وناك سيبادي أذكار تسيبادي قرآن كسيبادي عبادة سيبادي وحاويان صدقة سيبادي سيلة الرحم كسيبادي وانا جاء سميسي حتى كوسي دي رجالنا يسأل هذا انت نكو ما في الله وانا في مركة هداد شر سميسينا انكو دينين وكاس وقبانيس هداد وانا سميني سيدا انكا غهرين وكوسي دي رجالنا يسوي لوام وانا في وانا اكسر مركة نفت صدح هذا وانا في مطمئنة الهي قرآن كو كوشة يا ايتها النفس المطمئنة الهي بيكوك انا عصانتها واثقالي هداد تنشيغيني دين تيسي عشا وكو حسي الله انتها ميلك لأوها انقل تاقي ميسو ايمان الان ما هيسو طاعدا يتكاليف تان لساري كو قنع سنتها يو عقوبة يدي قوني اللو ساري وما عرقته إني دنت يدي كتير تيو عرقته مع سيدا نفتو ايش عشا هيو اللي يري اسكادة باي وحي او عرقته سيو وانا اكسان الو رد اغمو اللي يري وحان دنت يدي اهين اسكادة دين تي الهي بغولك يبغولك قنع سنتها مرك مطمئ إنا وي مرك نفوه مرك قيبها سيو قيب سمان وسيئات أعمالنا أعماشا نحمه دو دي عمل كيات سميسي حمها كتلنا يو عقابك وحي عملو أن سميي عقابك كتلنا إله قعف لا وكام جنجلية من يهده الله فلا مضل له قفك إلهي هنونيه عد بادي ينكر تعمله سبوت وحوي إلهي أود دي دنا واليها معرفة دي أقونت دنا والي عد انت إلهي أتكت سبحانه وتعالى أرنكرته روحا اد هنوني سي انا هنون كي وديدي مي ما جرت وقادر على كل شيء وحو هنونيو ايمانك اسو قلبي او غلي بلي همينك حلاله تغوي قف اسلام يقال وكسو قادي كرا لما اركو هوشا سدو الهي او تلا غلي وانا ميد الهي او كو ورمي وما تشاؤون الا ان يشاء الله مركا قف ميد مركا نبي وانا بري صلاه انو كبخاينو ان اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت وحي إلهه أدوه آد بحيسي عيدنا مديدي كرته هداية دا إلهي بابحيه قف كان إلهي هنون وقود تلقلين الدون كردان هدو اسكود دايا إني هنونيان ما هنونين كران تسالنا وحا كوف إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأدير كساب الله سوى البوحو اسكود داي سبب كو أدير كيكو هنوني لها انتو نولابو قرب تاقنا مركو لمن ييبو دول تاقنا ولها دارو لا إله إلا الله ده
markay naftu ka baxdayba xataa ka hari waayo uu leeyahay ilaa ibadda midhaaf ku weydiin doona intaan laga ka reebin. ilaahayna wuxuu yidhi innaka laa tahdi man axbabta, cidda aad jeceshahay qalbigooda iimaan ma gelin kartay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Hidaayadu marka way qaybsantaa, qaybo badan bay leedahay. waxaa ka mid ah hidaayatu tawfiiq oo ah iimaanka qofka qalbiga in loo geliyo. ilaahay mooye cid awooda male, malaa'igna ma awoodo, rusulle ma awoodo, cid kalena ha sheegin, ilaahay keliya awooda. waana mida ayadan hadda tilmaanay ka hadlayso oo la yahay innaka laa tahdi man axbabta. hidaayada labaad hidaayatu dilaalati walirshaad baa loo yaqaanayo, waa caddayn qofka wanaagga in loo caddeeyo, xumahana loo caddeeyo, la wadadii xumayd iska jir, wanaaggana qaado. qof kasta oo taas uu awoodaa wanaagsan, ambiyada awooda, malaa'igta awooda, dadka saalixiinta awooda. waana midda nebiga lagu leeyahay innaka laa tahdi, innaka laa tahdi ilaa siraati mustaqiim, wixii jid soosan baa dadka ku hanuunaysa. marka labadaas hidaayo way jiraan. hidaayo waxaa jirta hidaayatu lkaa'inaad loo yaqaano caam ah, oo waa maxay? ilaahay wax walba intuu abuuray ayuu haddana fahadaa hanuuniyay. xayawaankaas ugaarta iyo garanuugta iyo geela iyo lo'da iyo ariga iyo ilmuhu markuu dhasho waad aragteenoo naaskii hooyadii buu raadraadinaya. bahal iyo hadduu dugaag arko xooluhu way ka didayaan. biyo iyo meeshay baad ka helayaan way aadayaan. meeshay isleeyihiin abaar baa ka jirta waa ka leexanayaan. waa hidaayo rabbi uu siiyey oo qalbigooda ku tallaalanoo unkoo dhan baa sidaas ah. hidaayas marka waa hidaayo caam. tii iimaanka iyo diintana waa sheegna. hidaayo kaloo waxaa jirta hidaayo marka jannada la taga ah, ilaahay dadka mu'miniinta uu ku hanuuninayo jidkii wanaagsanaad oo jannada ay ku gelahayn, qof walba gurigiisi baa lagu hanuuninaya. waa hidaayo khaasa marka. marka jannada ilaahay uu tegayo qofku, qof walba gurigiisi uu jannada ku lahaa uu garanaya. fura ma haysta iyo meelaan ka gala male iyo warwareeg iyo ha lai tilmaamo iyo midna ma jirto. gurigaaga adduunka saad u taqaanay si ka fiican baad u garanaysa. waa hidaaya marka fil aakhira. qolyaha ahlu naarkaana waa sidoo kale uxshuru ladiina dalamuu wa aswaajahum ma kaanuu yacbuduuna min duunillahi fahduuhum ilaa siraati aljaxiim, jaxiima iyagana lagu hanuuninayaayo tubta jaxiima cagta loo saaraya. waa hidaaya iyaduna aakhira dhexdeeda ahoo cadaab ilaahay baa lagu toosiyay. hidaayaduna waa dilaalo iyo toosin wey, halkaasaa lagu toosinaya. qofku marka ilaahay qalbigiisa iimaan geliyo falaa mudilla lahu, cid baadiyayn kartaa oo awood u leh ma jirto. si kasta ha isugu daydo, shaydaanka ayaa intaanu garanayo deecada inoogu weyn. shaydaankuna markuu ilaahay hortiisa ka dhaartuu yidhi addoommadaada waan baadiyaynayaa. addoomo waxaa jira khaasa uu soo rabay ilaa cibaadaka minhu lmukhlasiin, addoommadaada khaaliska oo adiga goonida kuwa oo ma ahane inta kalan baadiyaynaya. ilaahayna waa saas bi, waa saas weyaan bi, addoommadayda khaaliska ayaa ma taaban kartid, mana ku dhacdi inaad baadiyaysi. waman yudlil falaa haadiya lahu, qofkuu ilaahii baadinimo u qoray iyo ayaan darro cid hanuunin kartaa ma i jirto. si kasta haddii la isugu dayo cid hanuunin kartaa ma i jirto. waxaa kugu filan nabiyullaahi nuux oo wiilkiisii saad weydeen ugu dhawaaqay aabe 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 nag. waxaa kugu filan rasuulka sal alla alay waslam adeerkiisu hadda sheegaynay abulahab qaabku wax uu sheegay waxba waa ku qaadan waayey. nabiyullaahi nuux iyo luut waa la mid ayaguna oo xaasaskoodii marka qaabkay ugu yeerayeen. marka tawfiiqda ilaahay baa iska leh, qofkii ilaahay baadiyeeyo ruuxna ma hanuunin karo. maxaa inaga saaran marka inaynu wanaagga u caddayno unbaa inoo saaran, laakiin iimaan qalbigiisa kuma khasbi karo. labadaba abu taalib iyo abulahab labadaba adeer bay rasuulka u ahaayeen ayaa kee haa iyo abulahab asle rasuulka adeerka laxmi u ah. marka labadaba rasuulku uu isku dayay inay hanuunaan diinta iyo tawxiidkana waa u bandhiga nag. labada waa ka quustay, labadaba nebigu waa ka quustay calayhi salaatu wasalaam. weliba waxaa ugu darnaa dee adeerkiisa abulahab baa ugu darnaa. adeerada rasuulka marka laga hadlahayo horey baan u tilmaanayoo labana way yaro roonaayeen oo magac islaam bay wateenoo rasuulkiiba hore ka rameeyeenba. markii hore magacyo fiican lahayeen xamse iyo cabaas, markii rasuulka lasoo diray wax yar kabacdiba waa rumeeyeen. cabaasna sanadkii sideedaad ka hor buu rasuulka rumeeyey. ninka la yidhahda xamsena waa horuba rumeeyey intuusan rasuulku soo hijroon calayhi salaatu wasalaam. laakiin raggii magacyada khaldan lahaa qabla alislaam, magacyadii khaldanaa iyo maaqa wax saameyn ku yeeshay islaamnimada lagu soo kari waayey, abuu taalib iyo abulahab waa laba kun iyo, laakiin laba magacoo waxay lahaayeen ilaahay cid aan hayn addoomo looga dhigay, cabdulcuza iyo cabdulmanaaf iyo nag islaamnimada lagu soo kari waayey. waxayse ku kala duwanaayeen abuu taalib rasuulka waa u gargaaro, garab buu ah.
أبو لهب نقف رسول كذبه وقدرنا موسى شرين آد بقديبه إلى سورة كليه يكسر الدكتور يصيب الغم عابيه طيب ومن يضلل فلا هادي له وأشهد وحن قريه وعرف كأن كذا واقعيه قلب جنا أن كأن من سنة حمناها أنا أن كذا شقيسين إياه ومدنا أن وجيري ألا إله معبود حق الوعبدا إنه سشرين إلا الله الله ما هني إلهي كل جب وحي وح حق الوعبدا وحي الله كصهري وأيدتك يرهدان وأن عبدينا حق ما بلشدا هذا كل حنا الله هاي وإن قت ربضا نبي عيسى عبدا سموك وإلهي وهايستان وكنيسة وأدان أحد مركا إلهي حق ما نبي عيسى وأدون إلهي إلهي بأبورطي مخلوق إلهي مخلوقاتي سكم دوي وحده ألا كل يحال ويهي لا شريك عد وحلو وذاكته له الله أم الصغنان سببت وحوي شريك إن وحلو ليا شا وحكو كيني كرا ضعف أدي أقواست وح الله لا وح مقال داس أن دجنه نيروبي كرسان شركات يكمبنيال كل جود وضد إسكوف الله ويانو والبؤرادين يمحن محد يقدر سنة يسمح هذا يسته بقول كون كان أنا متكلا كان كمبني مال أساس شركات بالولاء مرك كل وضعف بهايست waxa reer halka ka dhisan oo nolosha ku midoobay oo nin iyo haaskii wada jooga dacfi ba isu geeyay asna gooniba u noolaan laayo iskaabalada waxa mali la yahay aruur iyo waxba u raba ayadana waa lami dacfi ba u geeyay marka aruur aan dhalo ee shahwadeena aan gudano hadhow markan waa yeelo ee u shahay inoo qabteen dacfigaas u geeyay kull shirkadka uu leeyahay waxba la isla leeyahay laakin ilaahi wa ghaniyun anil alamin cid wax uga baahan yahay lama arko sida awgeed ba waxa la ina baraya أن دينتنا كسرارته لو أن أولك وآخرك وإنسك وجنك ومضيه غري قارومه غري يكوى الضمب إنسي جن يجنب إنسي يجنب هذي كل جود على أتقى قلب رجل واحد كل جود هذي مسلم نقضاء حتى الشيطان كده هذو مسلم نقضاء وأدون كبجال جوايو إلهي وحبك كرين مايا كل جود هذي قال وضع نقول له هايون وهل قف إلهي إله نمدي سقرا أدون كل جوا إله أنا إله وحبك وأنا سقى منه هايا مرك لا شريك له ذا تدي صادين غط شريك ماله صفات كسية المامي صادين غطنا شريك ماله عبادة هذين غطنا عد وحلال ماله كل جبا وحي الله مستحق عبادة متيسي وأشهد وحن قريا أن محمد النبي محمد عبده إلهي أدون كسينو يه إنه النبي محمد عبد الله هي وأمان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الحمد لله الذي أنزل على عبده عبد الله شيء يواجه هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد ويه مرك أذون إلهي بوه إن إلهي أذون أن غطينا وقو شرف أذون ماذا مرك وحي صار يساه إن لو يراهدو نبي محمد أذون إلهي بوه إلهي ما عبادنا ما النبي قال عبد ما إلهي نبي محمد أبو ريبة عبادة إسكله ورسوله إلهي كو صادر صدئين ويهي إنا قرتد وأشهد وحن قريا أن محمد النبي محمد عبده إلهي أدون كيسينو يهي ورسوله إلهي إرقي كيسي كو صادر صدئ طيب رسول مركي لي وحن ماشا كو بحايا داد بدن وكو هاي رسول كو بين لو يبين بشيغا يا حبك ما تيران بالا لي رسول كو ورسول إلهي ورسوله شهادة أغري سي النبي محمد إنو رسول كي إلهي هاي وإنه كاردع دعصان تهي وهذا من تد رسول كوحو شيغورن إني رويه صلى الله عليه وسلم وحو كفرين وين هذا طيعدين وحو كار بين وين تكفوا قاتين ودد إلهي أتكو عابدي سانا وين النبي محمد كغضي عليه الصلاة والسلام انتم وحي سوس قليا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله والله أن حريست عليه النبي قدوشيس وأن له ويني وعلى آله نبي إهل كيسنا إلهي هاون حريستو هويني وهم موس يو أصحابه نبي أصحابتي صلى الله رضوان الله عليه آل كنبي ومضى إسلام كهرنا وين غنكرته آل كي نبي أنا قرابتي سيو بنو هاشم يا بنو مطلب نوال الله رنكره صحابنا وحلوي قانا قف كي نبي الله كل ما صلى الله عليه وسلم ورميي كبعدنا إسلام ما كلين طيب يو من روحي تبع الراعي هم صحابة النبي بإحسان وانا كراعي قفكي صحابة النبي وانا كراعي وصحابة النبي وانا جي سميين خلافية وعايية وأفلقادينية ووحكشيية واللعنضية وتهنسن نيدحن أو قبائي قفكا سي ها أغادو إنو سن صحابة النبي وحبك لا تغيينين هنو أغادو دينة إسلام كنو سن وحبك جي سنين
بهاش السجارة ده اللي يراها وح اللي يراها ده بده أكتر بده كذا كتورته بيه بده وحبك بدل ميسو لكن عيب كذا أم بيموتش أي بده أوقفته لكن هل أي وحكر إنت لما أركو قفك وح الله ميده نبي الله محمد صحابتي وتربيه ونواكسنا ودين تيله أجر جارو دين تمان تنا هاي سنة وصلوا نوبه هني نسوا جارتو تذكر عنينا يو وحكر شيء يو عاية يو أبو هريرة بين لو هاي عائشة زيني ستي وح نوع عاسك وهاي جاي وهذا واختيقوا واختيقوا ضد يعميوي إلهنا طبضها وافتشوا إلى يوم الدين إسأبال أنت مالك كذا لقى جاريو أنت سنحريست إلهي أقص عطية وينين تإلهي دي مالك أمرك لجارنا إلهي وأوصي وينين يا وناك الدين قرآن كله معنوه استعماله دين تعادي قهوه من لضي الدين تأه واستعماله وحلو بعضه واستعماله الجزاء مالك يوم الدين قرآن كسوق مدارك إسأبال أنت مالك كذا مرك إلى يوم الدين إسأبال أنت مالك كذا أنت لقى جاريو وسلم الله بدباديو نبي جاء إهل كسيه صحابتي سي عدي وانا كر عضيبة تسليما بدبادين كثيرا اعتراب بدن إن أما بعد أنت كجدال فهذا كان مختصر مثل السوق جابيوي وكتاب كان حسن المسلم كا مثل السوق جابيوي يعني وحقيقة سوق جابس اختصرت وحنا كسوق جابيوي هو أصغر من كتابي كتاب كيجي كله ومحوه كتاب كا الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة كتاب مجيء سيدا أبلارين يوشيخ لي ولا يرادو الذكر حس يو الدعاء بريو يو العلاج إسكداوين بالرقى في الله إسكتوف ولا إسكداوين من الكتاب كتاب كي يو السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب كاسو كتاب وين أيو كان كسو جابي أنت من اللي فهمه وكتاب هرو ولا ها ومجا عازله كتاب كي غيب كم يدقوني أصوصاع أنا بحس وحيو قرياه وقد طبع الأصل المذكور أصل كالله شيء كل جسوا جابي والله طبع عيب إلهي بمهادله والحمد لله ولله الحمد مع تخريج أحاديثه أيضا ولبا يشرت أحاديث تسي ولا تخريجية تخريجا موسعا تخريج موسع بلارا في أربعة مجلدات أفر مجلد بان الغضاء بعي أصل كتاب كان أفر مجلد مركز وحيو حسن المسلم في المجلد الأول والثاني منهما منها حيث المسلم كان مجلد ككوباد يا مجلد كلاباد مقيب كمدي مرك كتاب وين أولها أيو أنت أنقوني وصوصع اختصرت وحن سوق جابي يبيري فيه كتاب كان بحديثه وكان قسم الأذكار قيبتي أذكار تبسبي كتاب كان وين أو أنقري أيام وحن كسوق جابي قيبتي أذكار اختصرت وحن سوق جابي فيه كتاب كان وين بحديثه قسم الأذكار قيبتي أذكار تهيد بس ليكون سوء هذا خفيف الحمل قاد شدي سمدي فضوده في الأسفار صعد على ذا نحده ذا مرق قفقو صعني شيب كالورد إنشري صقر ما يسمى جوره هذا كناب ووين وأنا أركيه واجوره وحي رشيب كالورد وأهنشري مرق سيقفقو هذا أبا هذا شيب كالورد إن كرق عن توقع إن كرق بورصة توقع إن كرق هذا موبيلد وكل إحتراب حياله إلى فضية كمته خفيف الحمل قاد شدي سمدي فضوده في الأسفار سفر هذا نحده وقد اقتصرت وحن كقابصد وكقافتوني على متن الذكر ذكر متن جيس أذكرت ما يشان كصار رطي متن جي بس إن عن شيء جبي أيام كقابصد أيبي تسوى قدر آه حديث كمتن جيسي بشيء جي ذكر جي قيبتي الدعاء هي كصار رطي أيوم متن جي شيء جي بس واكتفيت وحن كقابصد في تخريجه حديث كصار رطي تخريج انتيسه بذكر مصدر هل مال إن عن شيءه أو مصدرين أم الله بمر الله بقى إلهو ماشي وكسوف ولا حديث كان أصل كيسوكي عليه إن عن شيءه أو مما كي كم إذا وجد له في الأصل أصلك أصل كتاب كبر كوريا وحلا جاي بينه يراده رواه هبل حديث كان هبل باوريجي مرك إن أنا آب أفا فاهم بعد عكرتان هل حبا يلا بكر شيء قبي وأصل كي لغاي بينه كتالي ومن روحي أراد الضونة معرفة السحابي سحابي برشديس سحابي أحاديث إنه إيمان دور تسحابة ورينا يسننك أباهن إنه برتو أو زيادة أما شيء زيادة كا في التخريج زيادة زيادة في التخريج حق التخريجين تحديثك فعليه كركي سواء هذا بالرجوع والنقش إلى الأصل الأصل كون غضبي قف كير ربي كتابك هو كتاب يرى مختصر أنت دعاءهم كتلا قلبي أنا كقرة قف كير مركر ربي سحابة دي يتابعين تي تخريج كحديث كي أصل ككتاب كقرة أنت هكرر سدبي لكن كانوا قمت لجيرين سيدا أسميان نقص عندنا سببت واحد ويا أصي قريبة هذو كتلا قال إنه سن صحابي شيخ شيخين أو تابعين تي شيخ شيخين وحديث كان هبل بمل هبل كوريجيو ففاهين تأو ملك لكو قري
إنه أنا إنه هذا يسكون مشغولنا لما كتاب ده آخرين إنه نقرأنا أصل كنا وآخرين اختصار كنا وآخرين وقت جا مركنا قد يرانا سيدا الشيخ أو شيء أي إنه كوجا بسند دهنا ما تنيجا إنه قرن يوحي عن كور كر وأسأل وحى ويدي سنة يا الله ألا عز غالب هاي وجل ويني بأسمائه مقعيدي سأل الحسنى وناق بدن يا وصفاته تلمامه سأل علاء سرين تبدن أن يجعل إنه كيله كتاب كان خالصا مدقوني وأه وأن عد كل اللي تشيدين لوجهي أسجى وجهي سأل كريم وناكسن در الله بدن أقرأ إلهين ويقدره أيام ويدي سنة يبي وأن ينفعني يأينه يقو أنفعه به كتاب كفي حياتي نلاش إذا نحديت وعمل وناكسن واتسمي سيد أنت نوش شيء مركز ركتين واحد كم يتبشارون يقفك مو منك أنت نوره إلهين يقو أنفع بيكو وبعد ما ماتي جريدة إذا كجد الله ويقو أنفعه أصغر دور سنة هذا حول المواطن بينه آخر سنة إنه سمج جدا حرف كسو كم إذا إنه آخر سنة إن شاء الله أجر بكيا لي أصغر حلقة يا مساجد عالم كمساجد أولين إني سيرين كتاب كاس وأنا إني شيء إنه كنت الغد بالوترجمة وأن ينفع إنه كوا أنفعه به كتاب كمن روح يقرأه وآخره قرأه أما قف عادي وشرح يهان غضو أما قف إنت الله صبح يكون أذكار سنة يهان غضو أدو مركز صبح هي أذكار مساء أذكار وصباح إنه آخر سنة إنه فير فيرنا إنه وهذا آخر سنة شيخنا وكود عني إلهي كوا أنفع كليه أذكر أن الله كوا أنفع كليه قف كي آخريان الله كوا أنفع وأمد الله بعد أو طبعه أما طابعه كتابه نصوصاره أو كان أما هذا سببا سبب هذا في نشره كتاب كان فافين تي سي بلشده إن لقود إحباه يا عالمك قف كي سبب النقضانا أسألنا الله كوا أنفع به إنه الله سبحانه حمانك وفنيه ولي ذلك أرن كاسمتك وحويان ولي ساويان متك أرن كاما ملوي والقادر متك كروي عليه دوشيس إلهي هو أوذا قفك يا أخري يكي وحويان ضابع يكي وحوي إنو باهو أو فافا صبغ النقضة انتبه إلهي إنو كوان فعال هو أوذا وصلى الله الله أمانه أرن حريستو وسلم الله بدبادي على نبينا نبينا دوشيس صلى الله عليه وسلم محمد محمد وعلى آله أهل كيس دوشوضة يو أصحابه أصحاب تيس دوشوضة يو من دول كي تبع الراعيهم انت الله صوشيغي بإحسان وناغ نكون راعي إلى يوم الدين إسأبال انت مالين كده انت لغا قاريو إلهي سبحانه وتعالى هنا أول نحريستو هنا أما نبي مؤلف كوحو يروحا لتحريريي أولا ناشناشي بيشا سفر كون أفر بقول يا مركا يا هيد سقالك هجريده أيالا ناشنا شيبي مركا والله أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.